سؤال 13 قال لي أوجد معادلة التانجنت لاين، وأعطاني النقاط اللي هي إكس واحد وواي واحد واحد وثلاثة. طبعا معادلة التانجنت لاين بالتذكير عبارة عن واي ناقص واي ون تساوي واي داش مضروب في إكس ناقص إكس واحد. طبعا نبدأ الآن نشتق المعادلة هذه. التفاضل ضمني عبارة عن ضرب دالتين هنا، مشتقة الأول في الثاني. مشتق الإكس عبارة عن ثلاثة إكس تربيع، نقصت من الأس واحد قدمت الأس قدام الإكس. مشتقة الأول فيها الثاني الواي تنزل كما هي، زائد الأول نزل كما هو الإكس تكعيب فيها الثاني. مشتقة الثاني واي دا الواي عبارة عن واي داش، زائد برضو هنا عبارة عن حاط ضرب دالتين. مشتقة الأول عبارة عن ثلاثة واي تربيع ما أنسى واي داش، أي واي شقاقة بواي داش. فيها الثاني نزل كما هو، زائد الأول نزل كما هو تكعيب في الثاني. مشتقة الثاني اللي هو إكس، مشتقة الإكس بواحد ويساوي زيرو. تمام، مشتقة الثلاثين بزيرو اللي في الطرف اليمين. طبعا الآن عندي الحدود اللي ما فيها واي داش نقولها للطرف الثاني. عندي هنا ثلاثة إكس تربيع واي، وعندي واي تكعيب في واحد يروح للطرف الثاني مع تغيير الإشارة. فبقى عندي في اليسار إكس تكعيب في واي داش زائد ثلاثة واي تربيع واي داش في إكس، ويساوي ثلاثة إكس تربيع راح للطرف الثاني مع تغيير الإشارة، والواي تكعيب راح للطرف الثاني مع تغيير الإشارة. الآن أقسم على وآخذ الواي داش عامل مشترك، فعندي هنا بقى إكس تكعيب، وعندي هنا بقى ثلاثة واي تربيع إكس. قسمنا الطرفين على معامل واي داش، الواي داش تساوي سالب ثلاثة إكس تربيع في واي ناقص واي تكعيب على إكس تكعيب زائد ثلاثة واي تربيع إكس. الآن عشان أجيب معادلة التانجت، أنا أعطاني نقطة إكس واحد أو الإكس والواي، أخذ النقاط هذه الإكس بواحد والواي بثلاثة أعوض بها في معادلة الواي داش اللي طلعت لي. فلما نعوض طلع عندي الواي داش تساوي سالب تسعة على سبعة. هذه الواي داش أخذها وأعوض بها في معادلة الواي داش، راح أعوض في معادلة الواي داش ب الواي بثلاثة والإكس واحد بواحد والواي داش بسالب تسعة على سبعة. فطلعت المعادلة عندي واي ناقصا ثلاثة وتساوي سالب تسعة على سبعة في إكس ناقص واحد. هذه هي معادلة التانجت لاين.